وفد من أعضاء مجلس النواب العراقي طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، طالب الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بالالتزام القانوني تجاه التركمان، كما تحدث عن تهميش التركمان في الحكومة العراقية والأمن في المناطق التركمانية. في إطار زيارة يقوم بها رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ضمن وفد من أعضاء مجلس النواب العراقي، ألقى الصالحي كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاتحاد الأوروبي، أوضح فيه أن التركمان غير ممثلين في الحكومة العراقية الحالية، كما تحدث عن قضية هدم الدور السكنية للتركمان بحجة إزالة التجاوزات، مطالبا الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بالالتزام القانوني تجاه التركمان. ودعا الصالحي أيضا حكومة إقليم كردستان بعدم التمدد إلى جغرافية المناطق التركمانية بعد انتهاء أزمة تنظيم داعش، داعيا أيضا إلى تشكيل قوات من المكونات المتعايشة في المناطق المتنازع عليها لحفظ الأمن فيها، معتبرا أن الصراع في المناطق التركمانية هو صراع على الأرض والنفط. وللأسف بقي هذه الأراضي لحد الآن قيء النزاع. الأراضي التي يسكنها التركمان هي في الشريط الفاصل بين إخوانهم السنة والكرد، وهذا الشريط يمتد من تل عفر مرورا بكركوك مختلطة طبعا مع المكونات الأخرى وإلى دوس خرماتو ومن ثم إلى ديالا. هذا الشريط الفاصل الذي يمثل وحدة العراق التي يقال عنها في الدستور بالمناطق المتنازع عليها. بكل أسف الحق المسلوب كنا ننتظر أن تعاد إلينا، ولكن لحد الآن التغيير الديموغرافي مستمر، والدستور العراقي في مادته 23 أشار بأنه يمنع التغيير الديموغرافي في أي منطقة من مناطق العراق لأسباب سياسية. بكل أسف نقول هدم البيوت التركمانية التي نبني عليه دورنا في كركوك تهدم من قبل الحكومة المحلية، مع العلم الأراضي تعود لنا، ولكن الحكومة لن ترجعه إلينا بشكل قانوني، فيجبر العائلة أن يبني عليها بيتا، ومن ثم نرى بأن هذا البيت يهدم بحجة أنها متجاوز عليها وفق قانون. فأنا أسأل أن النظام الجديد هل سيعيد لنا أرضنا المغتصبة منذ 40 عاما؟ واليوم داعش يحتلنا مرة أخرى. داعش مع كل الأسف، والتقارير الدولية لا يذكر التركمان في تقاريرهم، داعش أول ما دخل العراق استهدف التركمان في تل عفر، وعندما غادر التركمان من تل عفر إلى سنجار لحق بهم داعش واستهان باليزيديين ومن ثم التركمان أيضا، وبعد احتلاله الموصل بدأ بالمسيحيين والمكونات الأخرى. هذه المشاكل التي طرأت إلينا هي ليست بجديدة، ولكن داعش جاء ليرسم الخرائط على الأرض، جاء ليرسم الخارطة على الأرض العراقية شيعية أو كردية أو سنية، ويمحو من هذه الخارطة التركمان والأقليات الدينية من المسيحيين واليزيديين والشبك والصابئة. نقول بكل صراحة داعش عندما استهدفنا لدينا الآن 130 ألف نازح. قام رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بزيارة رسمية